تنعقد اليوم بمدينة أكادير هذه الندوة اللي سابقة أنها كيجتمع فيها القطاع العمومي اللي هي وزارة الثقافة والاتصال ومجلس منتخب اللي هو مجلس جهة سوس مسا وكذلك جامعة بن زور بالإضافة للمجتمع المدني اللي كتمثلو الجامعة الصيفية اللي كنشغل الكاتب العام ديالها ورابطة التراء للكتاب الأمازيغية. الندوة تندرج في إطار الحراك والترافعات الجارية في المغرب من أجل تنزيل الفصل الخامس من الدستور. كتعرفوا جميع بأن الفصل الخامس من الدستور رسم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وبالتالي كان المفروض أنه في الولاية السابقة ديال الحكومة أنه قانون تنظيمي يخرج لإعطاء الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في القطاعات العمومية وغير العمومية. إذا هذا التماطل في إصدار القانون التنظيمي جعل عدد من المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والجهات والمجالس المنتخبة أنهم يقوموا بواحد المجموعة ديال الندوات من أجل أولا مناقشة المضامين ديال القانون التنظيمي اللي غيخرج اللي غيعطي الطابع الرسمي بالخصوص للأمازيغية في التعليم وفي الإعلام، واليوم احنا بصدد ندوة في الإعلام المغربي، وكذلك هي مناسبة لتقييم وتقويم ما يقدمه الإعلام المغربي الرسمي وغير الرسمي بالنسبة للأمازيغية، وكذلك مناسبة لعرض واحد المجموعة ديال التوصيات. أولا ستكون توصيات جهوية للقطاعات التي تشتغل على صعيد جهة سوس مسا وبمدينة أكادير، وهي كذلك ستكون توصيات يمكن اعتمادها في اللجنة البرلمانية التي تناقش القانون التنظيمي لإعطاء الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. هذه الندوة تأتي في إطار تنزيل استراتيجية وزارة الثقافة والاتصال قطاع الاتصال في مجال الأمازيغية بالإعلام المغربي. تنظمها الوزارة بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جهة سوس مسا، الجامعة الصيفية ورابطة تيرا. ستناقش هذه الندوة على مدى يومين مجموعة من المحاور تهم لغة الإعلام وكذلك حضور الثقافة الأمازيغية في الإعلام المغربي، إضافة إلى عرض تجارب مجموعة من الإعلاميين مارسوا لمدة طويلة في مجال الإعلام الأمازيغي.